كابتن اليوم وصل كابتن فيرا، احنا نسميه ابو ياسين. هو ابو ياسين حتى ما نقول كابتن، والله ابو ياسين. اي انا علاقتنا به صراحه علاقه يعني ابويه، او نعتبره اخونا الكبير او ابونا، لان صح علاقته بينا كلش طيبه، وصار لنا فتره طويله ما شايفينه، واحنا اليوم انجمعنا هنا في بطوله الخليج. هو اليوم وصل للبصره، اليوم وصل وصار اتصال من الاخ الزميل طه برغيف، من الكابتن موجود هنا، واحنا كنا معزومين بغدا طالعين يعني برانا والزملاء اللاعبين، فاتفقنا ان نروح نشوفه لان صارنا فتره طويله ما شايفينه. هو حكيتوا على ذكريات 2007؟ اكيد اكيد، حتى يعني شوفنا بعض الصور، احنا ما عندنا، ما موجوده، اي ما عندنا، ما احتفظ. قاعدين بالممر بالفندق كل احنا بالممر قاعدين متمددين، يعني قاعدين واكل وجاي ناكل كل احنا. هذا فيرا، هذا لما تم التكفير صار في دبي. اعطيني هذا الصوره جميله. فاكر كابتن علي انت كنت موجود معاهم؟ لا وين في 2007؟ اي طبعا. هذه الصوره، هذا فيرا، هذه الصور ذكريات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، تحدثنا عن هذا، يكرم المدرب. لا اريد كتاب، اي في الكتاب موجود، اريد نسخه. اقصد خذ لك هاي، خذ الكتاب. حضر الى البصره يا فندم، النسخه هاي اللي صارت. هاي يم كابتن صارت لي. فهد تعذرنا بعد. لا انا خلاص، انا نسختي في الامارات. كابتن عادل اعذرنا. ما في مشكله، الاستاذ محمد راح يرسلها لليمن ان شاء الله. ان شاء الله. مشكور استاذنا، الله يحفظ حبيبي، الله يحفظ. انت ونشأت اكرم، ومنو كنتوا؟ قلت لك انا كابتن، انا ونشأت ونور. كنا انا طالعين مع الاصدقاء، انا معزومين، فصار الاتصال، قلت لك مع الزميل طه ناسي اللهجه العراقيه لو بعد. لا يتكلم ويانا عادي. ايه. والله يعني وبعد لابس المدارس. اي موجوده موجوده، يعني هو صراحه يعني محبينه كثيرين خاصه بالعراق. صحيح. وهو يعني دائما يشيد بالعراق ويحب بالعراق. شعر بينا في وقتها وشاف تفاعل الجمهور. اكيد اكيد، هو يعني صاحب انجاز. صحيح. انجاز التاريخي للعراق. طبعا. واكيد احنا نشرف نكون موجودين مع ذي. حلو، هم يضيف نكهه للبطوله. اكيد اكيد، وجوده بالبصره. قلت لك اكيد محبينا كثيرين بالعراق، يعني أكيد. اكثر الشعب العراقي يحبون صاحب الانجاز التاريخي للعراق. اتمنى طبعا. ان شاء الله نشوفه، يعني مو بس هاي المره.